فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في البناء الحديث وضع حمام داخل غرفة النوم. يقول: انتشر في البناء الحديث وضع حمام داخل غرفة النوم، فهل يجوز الصلاة في هذه الغرفة؟ نعم، ما المانع ما دام الحمام أنه مفصول بجدار، بينك وبين الحمام جدار، لا مانع من ذلك، صلي في الغرفة. نعم.